لو سمحت الله يرضى عنك، انا عندي 50 سنه وبطني دايما وابدا وجعاني ومش بنام منها. والله يا دكتور بقوم في الليل طبعا الم في بطني كلها من الجنب ده للجنب ده وتحت صدري على طول، وسواء اتعشى وسواء ما اتعشاش، وانا اصلا قعيد مش بمشي من طفولتي، يعني انا مش بمشي على رجلي معوق، فانا ما اعرفش الالم ده منين يا دكتور والله. بس ما عملتش تحاليل ولا عندي سكر ولا عندي ضغط، ووزني 65 كيلو. في ايه اعراض تانية يا استاذ حسين؟ انا قعيد مش بمشي ولا ده وقاعد على حلم. ايه اعراض تاني موجوده عند حضرتك بالاضافه للالم؟ الاعراض الالم بس يا دكتور، وبعدين بيجي لي اسهال، دايما يجي لي اسهال من الحين للحين كده، يعني ممكن كل اسبوع مره، كل والبراز دايما لونه متغير، سواء ينزل بني سواء ينزل اصفر سواء ينزل، يعني بس طبعا ما فيش الم، في الم في بطني بس، بطني كلها. في مره كان في دم يا استاذ حسين مع البراز؟ اتفضل. ايه يا دكتور؟ في مره كان في دم؟ لا يا دكتور ما بتاكدش من المعلومه دي والله، ما بتاكدش. تمام ما بتاكدش يا دكتور، بس واقول ما احط ايدي على بطني يا دكتور واجي اسجد في الصلاه، احط ايدي على بطني واجي اسجد في الصلاه بطني بتحرجني، زي ما تكون فيها دماميل كده بتحرجني، يعني فيها الم، يعني لو حضرتك قعدت تكشف عليا مثلا ودوست على بطني بايدين حضرتك كده بتألمني. بتدخن يا استاذ حسين؟ لا يا دكتور ابدا، انا بس عندي كان عندي حساسية وباخد بخاخة اللي هي الزرقاء دي. تمام. عندك أي سؤال تاني يعني دكتور مصطفى؟ لا تقريبا كده. ألف سلامة حضرتك يا أستاذ حسين، عندك أي سؤال تاني؟ سلام، شكرا لاتصالك، ميرسي لحضرتك. أستاذ حسين نموذج لي يعني معظم المواطنين المصريين، هذه الشكوى شائعة لدى الناس بالشعور بعدم الارتياح، شعور ببعض الألام في البطن المتنقلة من مكان إلى آخر، في الغالب بتكون هذه الألام مرتبطة بالأمعاء الغليظة أو ما يتعرف عليه بالقولون. محتاج فحص إكلينيكي مباشر من أحد الأخصائيين إن هو يفحصوه، خصوصا إن هو نوبات الإسهال ممثلة له مشكلة ومتكررة، مشكلة إلى حد ما متكررة، بحيث إن احنا نتأكد من إن خلو أسباب مباشرة في القولون. ممكن يحتاج منظار علوي برضو للمريء والمعدة والإثنى عشر، نتأكد برضو أن مفيش أي نوع من التقرحات أو الالتهابات المعدية اللي ممكن يكون نتج عنها بعض النزيف الخفيف اللي هو ممكن ينزل مع البراز وما يبقاش ظاهر بالنسبة له. قبل ما يعني هو يبتدي لازم بنفسه ان هو زي ما قلت لحضرتك كده اللي هو تغيير ستايل حياته شويه، هو عنده مشكله برضو ان هو عدم الحركه كونه قعيد، ده هيبقى له دور برضو في حته ان هو عمليه الهضم مش هتبقى بالقدر اللي هو المطلوب، برضو كون ان انا قاعد برضو عمليه الاكل ملهاش ميعاد معين، باكل اكيد الاصناف كلها اللي بتبقى معروضه قدامي وباكل بكميات ما بقدرش ابقى حاكمها، مطلوب منه بس هو شيء من التنظيم شويه، شيء من العزيمه على ان انا اغير الوضع اللي انا فيه دوت، ان انا بعض الاصناف من الاكل ابعد عنها شويه زي المسبكات، الحاجات الدسمه، الحاجات الحريفه، الحاجات اللي بتحتوي على كميات كبيره من التوابل. اذا كان برضو بيلجا لانواع من الادويه المسكنه بشكل محدد بقى، لان دي ليها دور مباشر في عمليه التهابات وتقرحات المعده والاثنى عشر وما الى ذلك، وبتكون ربما يكون هي السبب الاساسي في معظم مشاكل الناس اللي هي يعني بنشخصها بعد اجراء عمليه التنظير او عمل المنظار ليهم العلوي تحديدا، ان يبقى في قرح في المعده او التهابات او احتقانات في البطانه المخاطيه بتاعه المعده، يكون سببها انه حد مستخدم نوع من المسكنات لمجرد انه بيشعر بالصداع، من الحاجات اللي هي بتاثر بشكل مباشر على هذه البطانه بشكل سلبي. ولكن هو الامر يعني لا يحمل شيء من الخطوره، بس هو محتاج ان هو لابد ان يخضع للفحص الاكلينيكي من قبل الطبيب المتخصص، اللي هيحتاج بعض الفحوص برضو المعمليه او ربما يحتاج لعمليه التنظير سواء للقولون او للجزء العلوي من الجهاز الهضمي.